بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس يمكن ما في كتير كلام نحكي فيه لأنه يعني ترجمة كتير ناجحة. يمكن بعض الملحوظات اللي نحطها شغلات بسيطة، بس واضح فيه أنه جميع المشكلات السابقة أنه تغلبتي عليها. حتى كنت متردد أني أعمل هذا التعليق ولا لا، يعني على أساس أنا ما وجدت لحد الآن يعني شيء مفيد ممكن نصلحه. بالتالي هي اللي ضللناها هلا، كلمة بالتالي يا ريت لو تتأكدي منها، لأنه على حد علمي ما وردت كلمة التالي بهذه الطريقة. أنا بعض الأسئلة الأولية التي يطرحها أولياء الأمور. الجملة يعني واضحة عندما يخبرنا أولياء الأمور أنا وزملائي العاملين ضمن مجال عن السبب. أنا كلمة عن السبب العلاقة يخبرنا مثلا، عرفتي كيف؟ الأمور طيبة يعني تعليق الخبر ولا بدور عشانات القواعدية اللي هي العلاقة بالمعنى وبتأثر كثير في المعنى. في عنا بس كلمة غلط كانت ساتل ريساتل، هي المعاطة وطينها، أي مصطلح دولي بشؤون اللاجئين. هلأ هون الانتقال سموذ، الانتقال كتير سموذ من جملة إلى جملة. يعني في شيء يسموه السبك اللغوي أو حسن التخلص، كتير ممتاز عندك هون بهدوء. في عنا بس كلمات بدك تنتبهي لها بالعلم التربية، مثلا ممكن تمر معك كلمة bullying على سبيل المثال، هلأ رح نشوف أنه هي معناها شيء آخر. يعني لم يكن لديهم بيئة تعليمية مساندة صحيحة، ما شايف فيها أي مشكلة ولا في عنا مثال على هاي البيئة التعليمية غير المواتية أو غير الموجودة. يعني في عنا أنت بتقولي الترهيب وسوء المعاملة. بخصوص البولينج فهي معناها التنمر، هذا مصطلح تربوي متعارف عليه ومعروف باليونيسف وغيرها، التنمر. بعد فترة بصير عندك فينجر برينت. هلا الفينجر برينت تبعتي أنا بالترجمة اللي مو قادر أتخلص منها، إنه هي بحب دائما أكرر الكلمات على أساس أحافظ على الكوهيجن ومن أمثلة ما يتعرضون إليه. عرفتي كيف؟ يعني بحب أكرر الكلمات مش بس ومن أمثلة ذلك كذا وخلاص. فممكن أنت تشوفي بعد فترة راح تصير عندك مثل فينجر برينت وتحتاج إلى محرر مشان يصلح لك إياها، يعطيك أساليب أفضل. عم بغير موقع شو بسموه الجار والمجرور حتى يكون قريب على الفعل اللي متعلق معه اللي هو يتعرض، لأنه يعني إذا بعد بصير يبعد المعنى تبعه. شيء جميل جدا، يعني الترجمة ما في عليها إشكالية. أنا بحاول أدور بس أشياء أشوفها. شوفي يصلوا حاملين، يصل حاملين مرتبطة بيصل، ارتباط موجود. ترى بدي أقول لكم شغلة، إنه هي الكوهيجن هو أهم شيء في اللغة العربية، هو الكوهيجن، أن يكون هناك ارتباط بين كل الجمل. إذا حلت مشكلة الكوهيجن فبعتقد أنه تتحل نصف مشكلة الترجمة. بتبقى بعديها المشكلة الثانية اللي هي كيف تتحرر باللغة وكيف تعطي أسلوب جيد. طريقنا لسه طويل كلنا كمترجمين العربي للإنجليزي أو إنجليزي عربي، يعني في معاناة حقيقية صراحة. وبتهيالي باللغة العربية من الإنجليزي العربي ما عدنا مثل أول، مثل زمان ابن بطوطة والمقفع وابن المقفع كان يكتب كلام جميل جدا. هي احنا نفتقدها الآن، يا ريت لو نتعلمها مرة تانية كانت حلت كل مشاكلنا. في كثير ناس بيقول لكم انه هناك العربية الدارجة الحالية او الستاندرد عربيك او شيء من هذا القبيل. هي الستاندرد عربي هو عبارة عن مسخ اذا انا فهمتها صح، يعني اللي يعني هي حجة الناس تقول لك ستاندرد عربيك، لكن هو في الواقع ضعفهم من استخدام اللغة، هذا هو السبب. فهم بيمشوا الأخطاء الشائعة، بيقول لك احنا بدنا الناس تفهم التواصل، يعني يفهموا أهم من الدقة اللغوية. ولحل هي المشكلة لابد من إعادة نهضة كاملة باللغة العربية حتى الناس ترجع تتذكر اللغة العربية كيف تنكتب بالأول، لأن الآن احنا بوضع سيء جدا. حتى المترجمين من اللغة الإنجليزية العربية يمكن نستغرب انه قليل جدا نلاقي حدا يترجم منيح، ولا أي إنسان، لا أنا ولا غيري. يعني في هناك
مشاكل كثير عم تصير معنا ان نترجم من الانجليزي الى العربي. نحتاج دائما الى انه نطور امورنا. مشاركة ما لديهم من خوف، هي انا مش كثير فاهمها، مشان هيك التعبير عن مخاوفهم. ليش؟ لانه كلمة يعني بالعربي ما بتقول انا خليني اشاركك او اشاركك بمخاوفي، خليني افضفض لك، خليني احكي لك، خليني اطلع اللي جواي مثلا. هذا بالعامي. بالفصحى يعني انا ماني شايف احسن من كلمة التعبير عما لديهم من شعور. بالعربي القديم كان اخراج ما في مكنوناتهم من كذا. في لغة عربية كتير كويسة بتكون، وأنا ماني ضدها على فكرة استخدام هاي الكلمات الثقيلة شوي. بدل ممارسين سويت لك إياها مزاولين، لأن هم أي الكلمة أكثر شيوعا عندهم. ويتضمن هذا، هلا هذا فيه بسموه الأنافوريك والكاتافوريك. كلمة هذا هي أنافوريك ريفرنس، بينما أنت عم تقصدي فيه اللي أجا قبل شوي مو اللي رح يجي بعد شوي. فمشان هيك مفروض ذلك ذلك لأنه بتعود على اللي قبلها أنافوريك وليس كاتافوريك. هذا كاتافوريك معروف عنه. نعم. في شغلات أحيانا بالستايل بحب أغيرها هون، الأزياء المدرسية رح أغيرها شوي. ومن أين يمكنهم؟ هون في مشكلة. هلا على فكرة عندك البارالل ستراكشر كوهيجن منيح، لكن هون ما زبطت معك. الأزياء اسم، من أين؟ من أين يعني حرف جار وجار مجرور ما بزبط، فلازم بالأزياء والأماكن، بالأزياء والأماكن، لأنه لازم يكون بارالل ستراكشر كوهيجن هون، لازم يكون عندنا. وأوقات صعود الأطفال ونزولهم من الحافلات وأوقاتها وأماكنها يعني، والعطلات المدرسية، وسياسات الناظمة للغياب، الناظمة للغياب، لأنه الغياب لا ينظم، الناظم مقصود فيه أنه هي بيحكمها. السياسات اللي بتعطي إيش بيصير في حالة الغياب. ما فيك تقولي مكافحة الترهيب، لأنه ما عم نحكي عن جرائم، إحنا عم نحكي عن مجرد أطفال صغار بيتخانقوا مع بعض. فلو تقولي نبذ شو بسموه هذا؟ نبذ التنمر. نبذ التنمر بيكون أحسن. على العموم يعني الترجمة ما عليها أي إشكالية، أنا ماني شايف إنه فيها مشكلة كتير كبيرة. انتبهي للكوهيجن، الكوهيجن عندك كتير كويس ممتاز، لكن في عندك بس خطأ بالكوهيجن بالأزياء حكينا عنها ومكان الحصول عليها. بقية أشياء كتير حلوة اللي أنا بشوفها. introduce لا تعني مناقشة، تعني إدخال، تعني تعريف، تعريف أشياء. ما في داعي تكتبي كل شوي بالنسبة بالنسبة، لأنه بالنسبة في عنا معناها جهتين، الرجال بالنسبة للأطفال، الأطفال بالنسبة للرجال مثلا. خلص لتجربة الطفل ده. عادة عن هيك أنا ماني شايف كتير تصحيحات، فأنا بدي أتركك بس تشوفي لتمة الفيديو هذا، باقي حوالي 4 دقائق أو 5 دقائق. فما مش شايف كتير في أشياء ممكن نحكي فيها. عملية الترجمة جيدة، لا أجد أي مشكلة فيها، وتعطي المعنى كثير يعني بطريقة واضحة. نتمنى لك التوفيق ونلقاك في الدرس السادس إن شاء الله.